انا محتاجين نقطع البصل. انا هجيب لحضرتك كل حاجه بس عشان الفراخ دي عايزين نتبلها شويه. ماشي. عشان نسيخ 20 30 سيخ بقى، عندنا عزومه النهارده. اوكي 20 30 خلاص الحلقه كلها خلاص سيخ. الفلفل ده حلو لما اتحط مع السيخ. بس اللي بيحب السبايسي بقى. سبايسي. في بصل كويسات اهوت حضرتك حباه، ده يتحط سليم زي ما هو كده قريب. اوكي انا كنت هعمله نصين بس مفيش مشكله. هتك عايز سكينه؟ طيب هنتبل الاول. محتاجه سكينه. عايزين نشوف مسكه السكينه للاستاذه هذا كده. اتفضلي على البلانش. ناخد اتصال. قطع البصل. البصل والفلفل اهوت. التتبيله الشيش توك هنعمل بقى التتبيله. طبعا انا سايب لك الحريه في التتبيله بتاعتك. هي مدام هتتشوي هتاخد زبادي. لو مش هتشوي كنا عملنا لها بقى خل عنب وكده وحاجات يعني طيب. حاميه شويه، لكن نحط بقى زبادي وملح وفلفل. الزبادي اتفضلي معلقه. عايزه معلقه. انا حاطط زبادي علشان يبقى شيش توك طري بعد ما يتشوي. اوكي حط الكميه اللي حضرتك حباها. توابل حب ايه؟ توابل بقى ملح وفلفل. طيب ملح وفلفل ومثلا معنا. لو في بابريكا او بهارات او كده. ادي شويه فلفل حلوين كده هتبقى لطيفه قوي. أيوة. اوكي وادي الملح بتاعنا بالسالب علشان شويه سماق حلوين كده. أيوة. مع الفراخ حلو. تحب الفليفر زي كركم مثلا بابريكا؟ لا نتبل دي قبلها بيوم يا شيف ولا يفضل احلى؟ يفضل. والمقادير على الشاشه. اوكي تتبيله الشيش طاووق حسب الرغبه. شويه كركم حلوين تدي لون اصفر. بهارات. ايوه تمام. اوكي الزعتر اساسي بقى في التتبيله كمان طبعا. والزعتر مع الفراخ عموما. زعتر والباستا مع الجبن بيبقوا حلوين جدا. تمام. طالما هنعمل شيش طاووق بنحط شويه زيت زيتون مع التتبيله. اوكي هي التتبيلات لما بتاخد زيت بتختلف. ايه رايك كده؟ بحس انها بتثبت. بتثبت وبتديها الصدمه الناريه تخليها تتحمر بسرعه كمان. ايه رايك تسيخي لنا انت بقى حضرتك؟ اوكي ماشي انا ممكن ابدا دي كده اهي. ما تخافيش. ايه رايك؟ بس حطهم هنا. نكمل بس الفلفل ده عشان يبقى عندنا الوان مختلفه. الالوان في الاكل بتبقى حلوه قوي. السيخ الشيش طاووق او الشيش كباب طالما قلنا شيش يبقى فسيخ على طول. اللي بيميزه الفلفله الملونه والحاجه اللي بتعمليها الالوان والبهارات بتبقى حاجه مختلفه في نطلع بقى من الشيش طاووق. والاستاذه اده اتعلمت المطبخ من مين؟ من مامتها؟ اتعلمته الاساسي طبعا. من البيت بقى يعني لازم الحاجات اللي هي الاساسيه الطبخ الاساسي في البيت. وبعد كده بقى بدات بقى يعني انا اشوف الحاجات واغير عليه يعني احب اخترع. هو ده يعني احب بقى عشان لما تتعلمي الحاجه ضيفي لمستك. لما احب مثلا دماغي مشغوله او كده ادخل بقى اعمل حاجه، وبالذات لما يكون بقى يعني سلطات حاجات بتقعد بقى تدخل حاجات في بعضها تجرب بقى. مره لقيت في قابليه الناس اللي كانوا الاكل قالوا لك والله حلوه. حلوه الفكره دي يبقى تمام. لقيت مفيش يبقى خلاص بقى بتلغي الفكره. يعني خلاص بتقول لا مش تلغيها يعني ممكن تغيري الطريقه اللي انت عملتي بيها او تعملها في حاجه بديله. البهارات بيبقى طعمها حلو قوي مع الفراخ. انا عرفت ان حضرتك سافرت علشان موضوع البهارات والاكل يعني انا بتابع وبتفرج على حاجات عشان اعمل يعني اكل مختلف. انت سافرت بقى؟ انا والله سافرت. انا قضيت وقت كبير من حياتي كلها في سفر يعني. ولكن اللي بيحب اكل بيحب شغل يا استاذه اده ممكن يعمل اي حاجه يعني. فعلا كان في نوع من انواع الحلو في المكان اللي انا كنت شغال فيه يعني. اوكي وهو الحلو ده مشهور جدا في الهند اسمها حلاوه الجزر. فروحت الهند اتعلمتها وجيت على حساب الزبون الهند. يعني رحت الهند عشان اتعلم اكله. اتعلم اكله. وفعلا لما بتتعلم الحاجه من اصحابها يعني مثلا طبعا. يعني انا مثلا عندي حلم اتعلم المكرونات في ايطاليا مثلا. يعني بحب المكرونات كلها بانواعها المختلفه. فان انت يبقى عندك حاجه بقى وحلم عايز تتعلمه كده تروح رايح مسافر علشان تتعلم. لا هو بحكم الشغل طبعا هو مش اجباري ان الواحد ممكن يسافر. ممكن الواحد هو في مكانه بيتعلم كل حاجه بس الواحد انه يسافر ده بيجود على شغله طبعا. بيسافر العالم كله بيعرف مذاق طعم الاكل في كل بلد لان ايا كانت الاكله من بلدها هي نفسها بيبقى لها طعمها الخاص. يعني مثلا هروح على السعوديه الشعب الجميل بنوجه لهم تحيه كبيره كل عام وهم بخير طبعا. بتعلم الكبسه تاكلها هناك لها طعم تيجي هنا لها طعم. ايا كان بقى بالبهارات بقى ولا بالتوابل البهارات بالعوامل الجويه كل حاجه ولا هي فعلا كل اكله وليها بيبقى لها المذاق بتاعها. اوكي اللي عندك حلاوه الجزر مثلا عندك لازم الجزر البلدي ده يتجاب يتبشر ويتحط عليه الحبهان والمستكه ويتحط على النار لمده 8 ساعات يتدمس
نار هاديه جدا. شوف 8 ساعات جزر محطوط على النار. جزر حلوي يعني الطبخ عباره عن جزر؟ جزر الحلويات عباره عن جزر؟ جزر بلدي اللي هو الاحمر بتاعنا اللي هو بنشوفه في الشارع ده بيتباع على العربيه. اوكي. وفي الاخر اتحط عليها العسل. الجزر الاحمر اللي احنا بنعمله مربى. الاحمر. الاحمر. الاحمر ده مش الاصفر بتاعنا. ايوه عرفته. ده فعلا بيبقى حلو جدا في المربى. في المربى وتحطي على النار بقى وفي الاخر تاخد ايس كريم فانيليا في التقديم. رهيبه بتاع يعني موضوع تاني يعني. الحاجات اللي هي بتبقى يعني سويت اند ساور او مثلا يعني جزر مثلا ما يعتبرش فاكهه ويتحط معاه ايس كريم اكتر الحاجات اللي بيبقى طعمها حلو كده ايه؟ بتبقى طبعا واخده يعني الزواج بيعرف طعمها فهو طبعا بيبقى تبقى حاجته المفضله في الحلويات زي مثلا الشوكليت مع ايس كريم مثلا. الحاجات الحلوه يعني مثلا الواحد بيبقى له ذكريات مع المطبخ. ايه بقى يعني مثلا حضرتك انت اول طب انا مش هقول لك بقى انت بتطبخ مثلاً. ايه انا مش هقول لك مثلا انت بتطبخ ايه بس انت مثلا يعني اللي خلاك تقول لا انا هي دي بقى حياتي وهو انا هبقى شاف وهعمل الحاجات دي. اكله مثلا كلتها في حته اتعلمتها ايه اللي ايه الشراره الاولى لانطلاق الفكره كانت ايه؟ السؤال ده حلو. الشراره الاولى اللي تخليك تحب شغلك يعني ان انا كنت متغرب وفي الدراسه بتاعتي واشتغلت في مطاعم كتير كنت حبيت المطبخ منها. أوكي. نتيجه ان هي طبعا كانت بتدير عليا فلوس يعني ان انا اصرف واعتمد على نفسي. أوكي. فلقيتها طبعا حاجه جميله جودت فيها ودرست وتعلمت وسافرت وتغربت ما شاء الله. وبدات ان انا انمي فكره المطبخ وتطوير المطبخ والحاجات فيا بقى نتيجه السفر وشغلي بتيجي من هنا بقى يعني. هي حبك لشغلك وهو اللي بيخليك تبدع فيه يعني. لكن في اكله معينه انت ممكن تاكلها من ايد حد تاني يعني رحمه الله والدتي الله طبعا الله. عليها كنت احب دايما اكل من ايديها الملوخيه بالارانب. الله الدنيا كلها عارفه دلوقتي الملوخيه بالارانب. اصلا ما فيش حد في مصر بيتهيألي ما فيش حد في مصر ما فيش في رمضان ما عملش ملوخيه مثلا الملوخيه دي والشهى يعني تحس ان هي الملوخيه والمحشي دول اكتر الحاجات اللي في رمضان. محشي الكروب ما تفكرنيش بقى لما يبات بس تاني في الشتاء اكتر ويتاكل تاني يوم. طب قول لي تركايه المحشي الكرنب وانا اقول لك تركايه. طب انا احب المحشي الكرنب دايما المدام بقى تعمله لي على طريقه امي رحمه الله عليها. ايه هي بقى هي خدت الطعم يعني تعمله ني في ني تاخد تحط الخضره البقدونس والكزبره والشبت مع البصلايه ويتسبكوا على النار وياخدوا الرز ويدبس الرمان. دبس الرمان في الكرنب في المحشي وبعدين يتحط في الكرنب ويتلف. يبقى رهيب يعني بس خاصه لو حته بقى كوستاليتا جميله كده ولا رقبه تحت من المحشي وتستوي. جعت يا لا جعت ايه ده اجرام. ده اجرام بيضرب بعرض الحائط كل قواعد الاكل الصحي وكل قواعد الدايت وكل الحاجات. بس هي مره بقى يعني هي مره دي حلاوه الاكلات اللي هي المصريه الاصيله تحس ان هي ايه ما ينفعش طول الوقت تقعد تاكل حاجات مسلوقه وكده. انا مع الاكل الدايت وكل حاجه بس ايه المشكله لما اخلي يوم في الاسبوع الاكل دايت او كل حاجه بس بنسب يعني مش لازم يكون هيلث قوي يعني. يعني انا دايما بنعمل عندنا في البرنامج يوم الاحد من كل اسبوع تعملوه هيلث يعني صحتك في اكلتك افتحي باب الثلاجه كده الحاجات اللي موجوده تعملها هيلث وكل حاجه بس بطريقه صحيه بقدر الامكان. بس احنا ثقافتنا برضو في مصر اتغيرت كتير يعني طبعا بقى يعني بيستخدموا مثلا بس اللي نقدر نقلله مثلا في يعني مش بشوف انت بتستخدم مثلا زيت زيتون زبده الحاجات دي كويسه لكن في حاجات مثلا يعني مثلا الكنافه العاديه بتحط فيها كميه سمنه بلدي والرز المعمر كميه قشطه وسمنه بلدي بالظبط يعني في في وجبات كده بتبقى صعبه قوي ان احنا ولما تروح لدكتور التغذيه يقول لك ما تاكليش رز ما تاكلش بطاطس طب ناكل ايه ونعيش ازاي؟ الرز والبطاطس عمره ما كان مؤذي على فكره. انا على فكره دارس تغذيه بس البطاطس لو مثلا مسلوقه او كده البطاطس لو مسلوقه البطاطس مشويه الرز لو اتسلق بطبيعته مفيش منه مشكله يعني ممكن مثلا بعمل يعني في كل فتره مثلا كده ممكن تعمل مثلا لحمه بارده مع خضار سوتيه ما فيهوش حاجه خالص غير ملح وفلفل ورشه زيت زيتون ده يعني هدي الدنيا شويه وخلي يوم اليوم المفتوح بقى نعمل المحاشي نعمل الفته الشاورما اللي احنا حبيناها مفيش اي مشكله بالزبط. طيب احنا هنبدا دلوقتي كده الشيش خلاص جاهز ايه رايك نسويه مع بعض؟ عايزين نحطه في في عندنا صينيه في الفرن نطلعها مع بعض اهيت مسخنها ومجهزه بتسخنها علشان ايه تاخد الصدمه كده الاولانيه دي ايوه اهيت اوكي هنحط فيها شويه زيت واستاذن حضرتك برضو ايه تشويلنا الشيش ده كده اتفضلي ايه رايك في المطبخ بتاعنا
لطيف اخدت عليه شويه يعني خلاص بقى. انا من نوع ما بق... يعني ما اعرفش اطبخ غير وانا مكان ببقى متعوده الادوات فين لان انا كمان ضيف عند لا انا منظمه قوي يعني انا لازم حاجتي ما حدش يعني لازم حاجتي في المطبخ محطوطه بوقت عشان نص ساعه بقى مش فكل حاجه نظريه هتطبق ازاي اذا كنت عارفه كل حاجه وبقى مقطعه ومجهزه الحاجات اتفضلي احط ال... بسم الله هناكل الشيش طاووق النهارده من ايد الاستاذه اده لازم تكون الجريلا سخنه ما دي فكره حلوه قوي على فكره علشان الله حلوه ولازم نسمع التش دي علشان اللحمه ما بتنشفش ولا الفراخ تنشف وانا بحطها على الجريلا سخن ادي الشيش طاووق كمان جاهز اهو ده خلاص خلص حضرتك برضو ممكن تغرفه لنا زي الفل جدا شوفي بقى التركايه بقى اللي مش هتلاقيها في مطبخ تاني صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام احنا معانا شوربه طماطم الكلام ده برضو للساده المشاهدين يعني شوربه ايه طماطم هتحطها على شيش طاووق لا انا جاي لك ده هيروح في سكه ثانيه موضوع تاني شوربه الطماطم هنا بتغلى على النار خدت بصلايه ناعمه وتومه ناعمه هي جاهزه للتقديم نزل معايا شويه بيون حلوين قوي من الدجاج واو شفت اهي بص بقى هي دي التركايه يعني دي اللي مش هتلاقيها في مطبخ تاني هتاخدها كده بقت الشوربه راحت في حته ثانيه هتاخد الكريمه اللباني وتتقدم ايه رايك حلوه نجيب طبق التقديم بتاع الشيش اهوت زي الفل تحت منه شويه بقدونس حلوين زي الكبابجيه كده ايه رايك جميل هو البقدونس اصلا وناخد الشيش طاووق نرصه طعمه بيبقى حلو قوي مع الاكل استوى وعملنا شيش طاووق برده في نص ساعه نظريه الاستاذه ادي ادي الشيش طاووق يتقدم معاه عيش صاج تقدم معاه رز زي ما احنا حابين شويه مكرونه بينا زي اللي احنا عاملينهم دولت فله ايه رايك في التركيه جميل اتفضل حلو قوي اتفضل احطه هنا احطه جنب المكرونه ايه رايك شوربه الطماطم جاهزه خدت التركيه نحطها هنا مكان الفراوله دي حلو شيش طاووق بعد اذن حضرتك حطه لنا هنا ايوه مكانه كده حلو قوي زي الفل المطبخ النهارده مليان خير الشوربة. كتير الخير حط كتير نحط الكريمه اللبانه على الشوربه بسرعه اهي شفت الشوربه التركيه بتاعتها نطلع بالكريمه اللبانه اهي الشوربه انت كنت هتطلعها ايه الاول بقى كانت واخده حاجه بصله ناعمه وتومه ناعمه وشويه زعتر الشوربه كمان نقدمها بالف هنا وشفا ممكن حضرتك بقى تقول لنا احنا عملنا النهارده على السفره بتاعتنا احنا عملنا النهارده مكرونه بنا بالوايت صوص عاملينها طبعا بالثوم والبصل وعملناها حطينا عليها بقدونس وزعتر وهالوبينو حلو وعملنا كمان شيش طاووق طبعا مشهور جدا كل الناس والاطفال بيحبوه حلو عملناه بالفلفل الالوان وبالبصل ايوه والنعناع بيدي والكنافه الجميله الحلوه والكنافه بقى دي اللي جديده وجميله انا هعملها كنافه طبعا ومهلبيه ومقادير شوربه الطماطم على الشاشه التركايه دي بقى مش هتلاقيها عملت شيش طاووق ماشي عندك شويه بيون على في المطبخ ماشي وكجرني ماشي مع الشوربه